عشان تبقوا حضراتكم عارفين، يعني احنا كفايه ان احنا معانا محمد بركات طبعا، ولكن الفرقه كلها النهارده مقفول عليها عشان طبعا مباراه يوم الجمعه القادم. هنتكلم طبعا عن المباراه، بالمناسبه طبعا كالعاده دايما بنكون مع حضراتكم من خلال هاشتاج اسال بركات على تويتر وعلى الفيسبوك على صفحتنا الرسميه، وفي بث مباشر لحلقه واحد من اساطير كره القدم المصريه النجم محمد بركات. بالمناسبه هو ما بيحبش الكلام ده، يقول لي خليك انت بقى ايه، اقعد اعمل الحركات دي وبتاع. انا عارف اصلا اللي هيحصل، هيقعد يقول لي ايه، فانا بقول لكم من دلوقتي. لا هو بص اقول لك على حاجه، هو حاسس لو انس صغير على فكره. لا لا دلوقتي في حاجات حصلت. لا لا للاسف. لا 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 بص، احنا انا من كام يوم انت عارف وبعدين انت كالعاده كنت اول واحد بعت لي يعني عشان عيد ميلادي وكل سنه وانت طيب، بس انت عارف ان انا يعني وصلنا 43 سنه 43 سنه ده خلاص يعني ايه. لا احنا فعلا مش هنضحك على نفسنا، لا احنا يعني كبرنا كبرنا، بس احنا بنحاول ان احنا ما نبينش الموضوع ده يعني كده. انما انا يعني دايما طول عمره ما تلاقينيش في الجو اللي هو بتاع ايه الواحد من الاساطير. أيوة واحد أيوة مش أنا عارف وبتاع. بس خد بالك ده حقك. لا هو صدقني حقك. بص في ناس لعبت في النادي الاهلي على مدار تاريخ طبعا النادي الاهلي واسماء وبتاع، يعني في ناس قدنا في الكوره يعني طبعا كتير طبعا قوي طبعا قوي طبعا وعملوا بطولات وعملوا، بس احنا ممكن تكون الظروف كانت مساعدانا وكان في كاس عالم للانديه والدنيا كانت بتبتدي تختلف سوشيال ميديا ومش عارف ايه وايه. ما حضرناش احنا برضو سوشيال ميديا كتير بس احنا كنا احسن من اللي قبلينا. دلوقتي صح. بقى الدنيا يعني بهواقي حته ثانيه يعني بقت في حته ثانيه خالص يعني احنا برضو ما لحقناهاش. فلا اللي لعبوا كل اللي في لعبوا في النادي الاهلي نجوم واللي عملوا وسووا وسووا بس انا دايما عايز اقول لك حاجه، في فرق ما بين الاسطوره والنجم واللعيب. في لعيبه عدت في النادي الاهلي وفي نجوم موجوده في النادي الاهلي وفي اساطير موجوده في النادي الاهلي. فانت مش انا اللي بقول على فكره، اصل خلي بالك الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الجمهور. يعني انت دايما هتفضل كده، هتفضل بينك وبين نفسك، بيني وبينك، بيننا وبين بعض والناس حبايبنا ماشي، لكن انت قدام الناس كده، انت قدام ابنك كده يعني. ادهم ربنا يديله العمر يا رب وتشوفه هيبقى عايز يطلع نصك يعني. يعني دلوقتي ادهم بقى هو بيتفرج علينا يعني. هو ادهم عارف ان انا اسطوره. الله الله. طيب خلاص طبعا هو بيقول كده من وراك، خلي بالك كويس. هو ما بيجيش يقول لك، ما بيقوليش الكلام ده، ما بيقولكش، بس بيقول لاصحابه اللي هم يعني ايه حبايبنا يعني. ده كان دايما ينقي لي اسوء حاجات في الماتش، اجي اشوط كوره تقلش تروح في المباراه، يقول لك ايه ده، كان يجي يعلق لي في الحاجات دي. على فكره على فكره انا عيالي كده، انا بدر ابني كده برضه. انت عارف بدر ومازن صحاب ادهم. ما هم بيراويين زيه برضه، خد بالك. لا بس بيحكوا لبعض يعني، ده يقول له انا بابايا مش عارف عمل ايه، وانت اكيد ادهم بيقول له ده بابايا عمل كذا كذا. مره كانت في قاعده قدامي يعني وقعدنا واتكلمنا، فلا بيبقوا مبسوطين جدا يعني. ادهم كان مبسوط جدا ان هو اسمه ادهم محمد بركات، وسعيد جدا. انت يمكن مش حاسس، ممكن الله انت عارف. لسه بس مش حاسس الموضوع ده، انا يمكن بدات احسه سنه. الاولاد كبروا يا اسلام. العيال كبروا والله، الاولاد كبروا فعلا، دي حقيقه. والله بسم الله ما شاء الله البنوته بقت يعني داخله الجامعه السنه دي. تخيل داخله الجامعه يعني. انا دلوقتي حاجه دي من الحاجات اللي انا مش مصدقها ان انا مرام ما شاء الله داخله الجامعه السنه دي يعني. ما يعني فجاه يعني فجاه داخله الجامعه. مرام دي يا جماعه انا كنت بروح البيت عند محمد هنا في المهندسين، كانت بتيجي تقعد جنبي كده وتقعد على رجلي. والله الكلام ده من مش من كتير يعني حاجه. ده من كتير ازاي فجاه بقت في الجامعه. وفارس اخباره ايه؟ كويس يعني، بس هو يمكن دوت واخد سكه لوحده كده مع نفسه كده زي حالاتي بقى والله. يعني دايما كده ايه يعني دايما كده تلاقي مراتي في البيت تقول لي بص هو ده انا خايفه من ده، هو ده ده بص ده الاخراني ده انا خايفه منه عشان ده هو ده اللي شكله هياخد دماغك وهتبقى طايره منه بقى. مع ان انا مش شايف ان انا دماغي وحشه خالص خالص يعني. انت دماغك، احنا هنشوف شويه حاجات دلوقتي هتخليني والله انا دماغي توزن بلد والله. انت هتقول لي انت مش مصدقني ولا مش على فكره مديني فرصتي.